السيسي وسعيد يتفقان على خروج المرتزقة وعقد الانتخابات في موعدها. رغم ترحيبها بصدور قانون الانتخابات، تكتلات وأحزاب تدعو إلى صياغة قوانين منظمة للحياة السياسية. مطالبة داخلية بمحاسبة منتهكي حقوق المهاجرين واستئناف رحلات العودة الطوعية لهم. تفعيل قرار اللقاح الإجباري لمنتسبي الجامعات بدءا من الأسبوع القادم. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة ثامنة من قناة ليبيا، يقدمها لكم أحمد جويحان وريما مرار. أهلا بكم مشاهدينا وفي اقتصاد ثامنة مع زميلة عبيرة عويدات. مساء الخير أحمد. مساء الخير ريما. أما مشاهدينا، عناوين الاقتصاد: مطالبين بتحسين أوضاعهم، العاملون في قطاع الكهرباء بغات ينظمون وقفة احتجاجية. عملية تزوير للحصول على منحة الزواج، إعادة للمبلغ وضبط للمرتكبين. إلى التفاصيل. أكد الرئيسان المصري والتونسي عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد ضرورة تكثيف التنسيق إزاء الأزمة الليبية وأهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة. نعم، هذا واتفق الطرفان خلال اتصال هاتفي على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار من خلال عقد الانتخابات في موعدها المقرر. شدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو على التزام بلادهما بتذليل العقبات أمام توصل الليبيين إلى إطار دستوري وتشريعي للانتخابات. جاء ذلك خلال مشاركة الطرفين اليوم في الاجتماع الوزاري الثالث أفريقيا إيطاليا. هذا وأكد الطرفان على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وفي إطار تمهيد الانتخابات 24 من ديسمبر، جددت عدة أطراف دولية أجنبية وعربية دعمها للمسار السياسي في ليبيا فيما يخص إجراء الانتخابات في موعدها دون عرقلة. فضلا ريما عن استعدادها للتنسيق في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، مواقف الدول إزاء إجراء الانتخابات في موعدها يرصدها هذا التقرير. بعد نحو 10 سنوات على نشوب الأزمة الليبية، ما تزال الحلول السياسية بعيدة المنال والأوضاع الميدانية عصية على الحسم النهائي، غير أن الحدث المفصلي في تاريخ ليبيا المتمثل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ربما يفرز تحولات في الأوضاع الليبية ميدانيا وسياسيا، وهذا ما تؤيده عدة أطراف دولية أجنبية وعربية في محاولة منها لإحياء التسوية السياسية في ليبيا. فعلى المستوى العربي، اتفق رئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، مؤكدين ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. تأييد آخر أعرب عنه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اللذان أكدا دعم عملية الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات 24 من ديسمبر وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب عبر حل سياسي يتوافق عليه الليبيون وفقا لخارطة الطريق. دي مايو في لقاء آخر جمعه بنظيره الجزائري رمطان العمامرة أكد التزام بلاده بتسهيل تحقيق تفاهم بين الأطراف الليبية حول الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات على أساس بناء وشامل،
وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، فضلا عن تشاطره المخاوف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن إمكانية عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. وعلى نحو متصل، أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف تمثل فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا التي لا تزال تقسم ليبيا، فيما حثت البعثة الأممية أعضاء اللجنة على اغتنام الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. لا شك أن لأوروبا مصلحة كبرى في تحقيق السلام في ليبيا، ولسنا بصدد الحديث عنها الآن، حيث إن وضع إطار قانوني دستوري واضح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإجراءها في موعدها هو ما يجدر الحديث عنه الآن، وهو الشيء الوحيد الذي يعطي بارقة أمل للليبيين في ظل كل ما رأوه من معاناة. بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادال ورئيسة بعثة اليابان ناتاليا تشيا، بحث خريطة الطريق المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا. هذا وأكد الاجتماع اهتمام الاتحاد الأوروبي بتنظيم الانتخابات في البلاد وجهود إتمامها في موعدها المقرر الذي سيشكل الخطوة الأهم تجاه تأسيس الدولة المستقرة. أصدر تكتل إحياء ليبيا بيانا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، حذر خلاله من تكرار أخطاء الماضي وطالب بتكليف لجان فنية متخصصة تعمل على صياغة قوانين منصفة للحياة السياسية. نعم أحمد، خصوصا وأن الشارع الليبي متمسك بإجراء الانتخابات رغم جميع محاولات العرقلة. تقرير لنداء عليان يطرح تفاصيل البيان، لنتابع. آمال البلاد بالقضاء على الفوضى السياسية عبر ممارسة الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد وصلت إلى لحظة حاسمة، خصوصا مع محاولات البعض عرقلة إجرائها، وبهدف عدم إتاحة الفرصة لبعض الجهات التي تسعى عبثا إلى التراخي في إجراء الانتخابات أو تأجيلها أو إلغائها بالأحرى. رحب تكتل إحياء ليبيا بصدور قانون الانتخابات البرلمانية رغم تحفظه على بعض النقاط وحرمان الأحزاب من دورها الفعال في صناعة العمل السياسي. التكتل الذي طالب مرارا وتكرارا بإنجاز الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإقرار وإصدار القوانين والقواعد الممهدة للانتخابات، وبالتزامن مع الدعوات المحلية والدولية والأممية، شدد على ضرورة العمل مستقبلا على نظام انتخابي ينظم العمل السياسي الحزبي. إحياء ليبيا حذر كذلك من تكرار الأخطاء السابقة في القوانين المختلفة من خلال تكليف لجان فنية مختصة تعمل على صياغة قوانين منصفة للحياة السياسية عموما وللمرأة ولذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا. ويقول متابعونا إن القوانين المثيرة للجدل خصوصا مع تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الرئاسية زعزع الثقة الشارع بمستقبل بلاده، إلا أنه متمسك بإجراء الانتخابات بعدها السبيل الوحيد لمنع المتمسكين بالسلطة من البقاء في المشهد السياسي لأجل غير مسمى. ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد الصايح مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري خطة تأمين الانتخابات وعلى رأسها المراكز الانتخابية. هذا واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز في طرابلس بحضور عدد من الجهات المعنية على وضع الخطة الأمنية المشتركة بين المفوضية والجهاز والوقوف على تجهيزات ومتطلبات الخطة. بتنظيم من قسم التدريب ووحدة الأمن الانتخابي بإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اختتم البرنامج التدريبي للمنسقين الأمنيين بالمكاتب الانتخابية في ليبيا. رئيس قسم التدريب المفوضية عبد الباسط النفاثي بدوره أفاد أن البرنامج استهدف المنسقين الأمنيين بمكاتب الإدارة الانتخابية البالغ عددها 25
أو 25 مكتبا موزعة على كل المدن، كما تم تدريبهم على كيفية صياغة التقارير الأمنية ودور الشرطة والمنسقين الأمنيين أثناء مراحل العملية الانتخابية، إضافة إلى آلية التواصل بين غرف عمليات الانتخابات ووزارة الداخلية. زيارات دولية تقام هذه الأيام بشكل دوري ومكثف مع بعض الدول لمناقشة ملفات عدة، من أبرزها إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها المحدد دون عرقلة من أي شخص أو كيان يحاول هدم كل الاتفاقيات. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. كل الأنظار تتجه نحو 24 من ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون عرقلة من أشخاص أو كيانات يفضلون مصالحهم الشخصية عن مصلحة ليبيا حسب ما يرى مراقبون سياسيون للمشهد. مخاوف تسيطر على قلوب من يتطلعون لغد أفضل، وتساؤلات محلية ودولية أخرى تراقب المشهد بحذر. جولات خارجية عدة تقام هذه الأيام بشأن ملف الانتخابات، واجتماعات محلية تقام حتى في ساعات متأخرة، حيث اجتمع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبين موسى الكوني وعبد الله اللافي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل. الاجتماع تطرق لتنفيذ العملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها، واستعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها. محللون سياسيون ومراقبون يحذرون من عرقلة بعض الجهات وحتى الشخصيات السياسية في الدولة، من مد يدهم وهدم كل الاتفاقيات حول خارطة الطريق التي ستجعل من ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة تقرر مصيرها لوحدها وتحاسب كل من تسول له نفسه المساس بها. تحديات جمة تواجهها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ضمن التزاماتها بإقامة الانتخابات وسط عملية منظمة ونزيهة، فهل ستتمكن حقا من الاطلاع بمهامها والالتزام بهذا الشرط الذي تعهد به للبيبة لحظة توليه زمام البلاد؟ نظمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمفوضية الانتخابات جلسة توعوية بحق المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات، وذلك بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة إفرن. نعم، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ماجدة الكاتب أوضحت أن هذه الجلسة تضمنت تدريب هذه الشريحة على آلية توزيع بطاقة الناخب التي ستبدأ المفوضية في توزيعها خلال الأيام القادمة، كما تم تعريفهم بقاموس المصطلحات الانتخابية بلغة الإشارة وطريقة برايل. كما نظم منتدى أحياء ليبيا لقاء في مدينة بني وليد حول المشاركة السياسية وكيفيتها وأنواعها وسبلها وعوائقها. تحدث اللقاء عن أهمية المشاركة في الانتخابات وعن الأحزاب وأدوارها وأهميتها والانفتاح على التكتلات وتفعيل دور المرأة ودور الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى القانون رقم 29 لسنة 2012 وما نتج عنه. كما سلط اللقاء الضوء على رؤية إحياء ليبيا والأهداف والمشاريع والطموح والتطلعات المستقبلية ومشاريعها 3000. وفي صالة الاجتماعات الكبرى بمنطقة تساوى وادي عتبة انطلقت الدورة التدريبية للإعداد موظفي مراكز التدريب حسب الخطة المعدة من قسم التدريب والإجراءات في منطقة أوباري. مدير مكتب الانتخابي تساوى محمد حامد قال إن الدورة شملت آلية توزيع البطاقات والقواعد الأساسية لتوزيع المواد، إضافة إلى النماذج المساعدة للتعامل مع البطاقات وعمليات التسوية والإقفال إلى غير
نهاية التسليم، لافتا إلى أن الدولة ستتواصل لمدة يومين وستساعد الناخبين على الاقتراع بسهولة. طبعا اليوم مستهدف المفوضية العليا للانتخابات في على مستوى ليبيا في الدور الأولى اللي تنطلق اليوم 16/2021 لعدد لجان تسليم بطاقات الناخبين على مدى يومين، من ضمنهم المراكز المستهدفة لتساوى وانجارا وآجار. طبعا تستهدف الدور هذه اللي هو ورشة عمل من كل مركز اثنان عنصر رجالي واثنان عنصر نسائي لطريقة اللي هو تسليم بطاقات الناخبين إلى الناخبين للإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع. إلى ذلك انطلقت مجموعة من التدريبات ودورات لرؤساء وموظفي مراكز الانتخاب بالجبل والزنتان حول التعريف بالإجراءات الصحية فيما يتعلق بتوزيع البطاقات الانتخابية. هذا وهدفت الدورة إلى التعريف بطرق توزيع البطاقات الانتخابية لمنع أي خروقات بالخصوص، حيث تم تناول طرق توزيعها التي تشمل الاستفتاء على الدستور في جزء منها وجزء للانتخابات الرئاسية والآخر للانتخابات البرلمانية. انطلقت على مستوى ليبيا بتوجيهات من المفوضية العليا للانتخابات، نجهزوا في رؤساء المراكز وموظفي المراكز الانتخابية لإجراءات تسليم هذه البطاقات للناخبين إن شاء الله. أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العجوري خلال اجتماع مع وزير الداخلية خالد مازن على أهمية استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين نتيجة ازدحام مراكز الإيواء، إضافة إلى متابعة التقارير المحلية والدولية بوجود انتهاكات ضدهم. نعم، مازن بدوره أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس على معالجة الأسباب التي أدت إلى إيقاف تلك الرحلات ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات بحق المهاجرين. وقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ مع وكيل مجلس اتحاد طرابلس الكبرى الصيد قدور بروتوكول تعاون في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم، ونص البروتوكول على الدعم والتعاون بين الهيئة ومجلس اتحاد طرابلس الكبرى وتوعية المجتمع بحقوقهم القانونية للمساهمة في بناء مجتمع سياسي مستقر ودائم. ناقش اجتماع عقد بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في مصر ملف تجديد نقاط الاتصال بين مكتب القاهرة وإدارة مكافحة المخدرات في ليبيا للمساهمة في إحباط المخططات الإجرامية محليا وإقليميا. الاجتماع الذي ضم مدير المكتب ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى مدير مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي فرع القاهرة جاك كوزي، أكد الاستعداد التام لتوفير جميع السبل في مجال المكافحة الدولية للقضاء على هذه التجارة والتي تعد من الجرائم المنظمة. تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة سايح بمديرية أمن النواحي الأربع من ضبط 3 أشخاص يقومون بتزوير نماذج حصر العمالة الوافدة. وزارة الداخلية وبحسب صفحتها الرسمية بينت أن المقبوض عليهم وبعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعملية التزوير واستلامهم مبالغ مالية من بعض المواطنين والعمالة الوافدة بالمنطقة، حيث كانوا يبيعون النماذج مقابل 50 دينارا بإيصالات مالية مزورة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 915 إصابة جديدة بالفيروس بنسبة إيجابية بلغت 17%. هذا وأضاف المركز في بيان له أن 1189 حالة تماثلت للشفاء، في حين توفي 19 مصابا جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحاياه إلى 4739 منذ بدء الجائحة. في القبة، أعلنت إدارة الخدمات الصحية تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية. أقلت الإدارة في بيان لها على صفحتها بفيسبوك أن المختبر استلم 26 عينة أظهرت النتائج اشتباها في 5 حالات، بينما تماثل 3 مصابين للشفاء. وجه وزير التعليم العالي عمران القيب إلى إجبارية تلقي لقاح كورونا لدخول الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرار بهذا الخصوص. القيب أكد خلال الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء الجامعات الليبية والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي بطبرق، أكد على رؤساء الجامعات ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية لخدمة الطلاب والعمليات التعليمية. أفاد مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري بأن قرار الجانب التونسي بفرض تحليل سريع لكورونا على المسافرين سبب ازدحاما كبيرا في المعبر. وأوضح المنصوري في تصريحات صحفية أن التحليل السريع يكون بشكل عشوائي وليس للجميع، مؤكدا أن هذا الإجراء عرقل دخول الحالات المرضية الموجودة في المعبر. هذا وأشار المنصوري إلى أن هناك تواصلا مع الجانب التونسي لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. بدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض المرحلة الأولى من الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا بمراكز إيواء المهاجرين. تشمل الحملة مراكز الإيواء طريق السكة وشارع الزاوية بمدينة طرابلس وأبو رشادة في مدينة غريان وباطن الجبل والكفرة، بالإضافة لمركز جنفوذة بمدينة بنغازي، حيث ستتواصل كذلك في مرحلتين أخيرتين لتشمل باقي مراكز الإيواء على مستوى البلاد، إضافة إلى إنشاء عيادات متنقلة بمختلف مناطق طرابلس. ونبقى في ملف الصحة لكن بعيدا عن كورونا، حيث بحث وزير الصحة علي الزناتي مع ممثلين عن وزارة الصحة المصرية الإجراءات التنفيذية للبدء في تبادل الخبرات والاستشارات بين البلدين عبر غرفتي الطوارئ المركزيتين. جاء ذلك ريما خلال اجتماع عن بعد بحضور مدير إدارة الطوارئ الصحية وعدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين. تواصل مراكز وحدة الرعاية الصحية بمدن بلدية الجفرة عملية الكشف الطبي على التلاميذ المقبلين على الدراسة برياض الأطفال والصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، وتشمل الكشوفات الطبية قياس النظر والحالة الصحية العامة للتلاميذ، إضافة لقياس الطول والوزن، حيث ستتواصل الكشوفات لعدة أسابيع في كل من هون وسوكنة وودان وزلة والفقهة. أصدر مجلس الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليوم بيانا بشأن الدخول في اعتصام مفتوح، حيث يشمل قرار الاعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات الليبية والمعاهد العليا والكليات التقنية، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر. أكد رئيس لجنة الامتحانات بمدينة بنغازي سعيد ماضي أن امتحانات شهادة الإعدادية مضت على أكمل وجه ولم تسجل أي حالة خروقات أو إصابة بفيروس كورونا. من جانبه قال رئيس لجنة الإشراف في مدرسة الحرية وليد الخفيفي أن توزيع اللجان المراقبة على الامتحان كان على أكمل وجه، أما الامتحانات فكانت مسهلة وغير معقدة، إلا أن الاعتماد يكون على جهد الطالب نفسه.
انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للجامعات الليبية والكليات العربية في جامعة الزنتان تحت شعار الممارسة الإعلامية لتغطية الأزمة الليبية. وبحث المشاركون في المؤتمر أهم ما يراه الإعلام في الخارج حول الأزمة الليبية وكيفية معالجة أهم المعوقات الخارجة عن المسار المهني للإعلام، بالإضافة إلى منظور الإعلام الليبي لهذه الأزمة، حيث تم طرح العديد من الأفكار من قبل المشاركين لتجاوز هذه المعوقات بمساعدة الإعلام. الإعلام مهنة ورسالة، يتحدث عن الممارسة الإعلامية للإعلام في تغطية الأزمة الليبية. والأزمة الليبية كما نعرف أن أساسها إعلام، يعني المشاكل التي تعاني منها ليبيا معظمها تأتي من بعض القنوات الفضائية. هذا المؤتمر حمل عنوان الممارسة الإعلامية في تغطية الأزمة الليبية. كان الغرض انعقاد هذا المؤتمر وتنظيم هذا المؤتمر هو معرفة ورصد ومتابعة تغطية القنوات الإعلامية سواء كانت المحلية أو العربية أو الدولية للأزمة الليبية. أقيمت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مرعي أدريسي ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني. نعم، وتأتي هذه الاتفاقية لتفعيل الأنشطة والبرامج المشتركة ضمن دور الجمعية في دعم ومساندة السلطات المحلية في المجال الإنساني. وزيرة الشؤون الاجتماعية هنأت في هذا اللقاء كل المنتسبين لجمعية الهلال الأحمر، وذلك تخليدا لذكرى تأسيسها 64. حرصا على الاستفادة من الجهود الشبابية في كل أو في كل مدن ليبيا، عقد وكلا وزارتي الخارجية والشباب عمر كتي وأحمد الكاتب اجتماعا مع عدد من المنظمات الشبابية وممثلي المنظمات المحلية والدولية بالمنطقة الجنوبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الخارجية نجداء المنقوش، حيث تركز الاجتماع أيضا على متابعة الوزارتين للأوضاع في منطقة الجنوب. والآن مشاهدينا إلى آخر أخبار الاقتصاد مع الزميل عبير. إليك عبير. شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا إلى الجولة الاقتصادية. بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماع مع أعيان قبائل نوايل المختنقات التي تواجه البلديات والمدن الحدودية الغربية، حيث استعرض الأوضاع في مدينتي العسة والجميل وتأثير ضعف الخدمات على سير الحياة العامة بالمنطقة. هذا ولفت الأعيان إلى أن المدينتين ما زالتا بلجان تسييرية مؤقتة، وهو ما أسهم في تدني الخدمات وقلة الإمكانيات، مؤكدين أهمية النظر في افتتاح المعبر الحدودي العسة. اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة قرارا ينص على زيادة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين بحيث يصبح 900 دينار. دبيبة وبحسب مكتبه الإعلامي أعلن أيضا أن مجلس الوزراء قرر أن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يوما وطنيا للمتقاعدين، وذلك خلال لقائه في طرابلس عددا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية وبحضور نقابة المتقاعدين محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ سعد الشيخي مدير إدارة شؤون الفروع والناطق الرسمي باسم صندوق الضمان الاجتماعي. مساء الخير أستاذ سعد. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبتين بك في هذه النشرة. بداية، يعني بحسب المعلومات منذ 2011 قامت إدارة الصندوق بطرق كل الأبواب والأجهزة التنفيذية لدعم حقوق المتقاعدين. برأيك لماذا هذا التوقيت بالذات في دعم هذه الشريحة من المواطنين؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو فعلا تطرقت أو طرقت إدارة صندوق الضرائب الاجتماعي كافة أبواب الحكومات المتعاقبة. نعم. وكان في قرارات سابقة في يتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين. ولكن هذه القرارات خاصة القرار 271 لسنة 2014 من حكومة السيد علي زيدان في ذلك الوقت. نعم. لم تنفذ بزيادة المعاشات. بعد تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية مشكورين تواصلوا مع صندوق الضمان الاجتماعي ومع وزارة الشؤون الاجتماعية. قامت الوزارة بالتواصل مع الصندوق بشكل مباشر وتقديم مقترحات جديدة لزيادة المعاشات وكيفية تنفيذ هذا الأمر. المرحلة التي الآن نحن فيها هي رفع الحد الأدنى للمعاشات من 450 دينار الى 900 دينار. هذا ما اعلن عنه السيد رئيس. طيب متى سينفذ على ارض الواقع استاذ سعد؟ طبعا نحن بالنسبه للقرار بشكل رسمي لم يصدر حتى هذه اللحظه. لم يصدر. نحن ننتظر في صندوق الضمان صدور القرار خلال الاسبوع القادم ان شاء الله لمعرفه تفاصيل هذا القرار وكيفيه تنفيذه ومن متى يبدا تنفيذه، لأن باعتبارنا جهة تنفيذية وننتظر تعليمات مجلس الوزراء بالخصوص. نعم. لكن أنا أطمن الجميع بأن هذه الحراك الإيجابي من الحكومة مع صندوق الضمان الاجتماعي مع الوقفة مع المتقاعدين لم تسبق إليها حكومة سابقة. مشكورة وزارة الشؤون الاجتماعية ومشكورة. نعم. الحكومة بهذا الصدد يعني. نعم. نعم، نشكرك كل الشكر أستاذ سعد الشيخي. وحول هذا الموضوع أكثر بعد النشرة في برنامج موطني وتفاصيل أكثر حول هذا القرار. كشفت مباحثات الأحوال المدنية في بيان لها عن ضبط أول عملية تزوير للحصول على منحة الزواج. هذا وأكدت المباحث عبر منشور لها في الفيسبوك استمرارها في التحقيقات لضبط المتورطين والمشاركين في عملية التزوير لإحالتهم من القضاء. يذكر أن القيمة التي يجري العمل على استرجاعها إلى صندوق دعم الزواج هي 40,000 دينار. نظم العاملون في قطاع الكهرباء بمدينة غات وقفة احتجاجية مطالبة بتحسين أوضاعهم ماليا وفنيا وإداريا إلى جانب زيادة مرتباتهم وتسوية العلاوات الوظيفية وتفعيل نظام التأمين الصحي. نحن موظفو الشركة العامة للكهرباء وبغات ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع الشركة العامة للكهرباء فنيا وماليا وإداريا. وبهذه المناسبة نناشد حكومة الوحدة الوطنية وكذلك المجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالنظر إلى موظفو الشركة العامة للكهرباء وفنيوها الذين يعملون بصمت بعيدا عن الإعلام بالاستجابة لمطالبنا التي نريدها في النقاط التالية. أولا، زيادة مرتبات موظفو الشركة أسوة بباقي القطاعات في الدولة الليبية. ثانيا، تسوية المستحقات المتأخرة من العلاوات السنوية وإضافي ومناوبة. ثالثا، توفير وسائل المواصلات الخدمية. رابعا، توفير المواد الكهربائية اللازمة للصيانة وما إلى ذلك. خامسا، تفعيل نظام التأمين الصحي. سادسا، إقامة دورات رفع الكفاءة للموظفين في الشركة العامة للكهرباء. أفادت شركة العامة للكهرباء بأن مدة طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي ستمتد حتى ساعتين، فيما لا يوجد طرح للأحمال لهذا اليوم في الجناح الشرقي، وذلك وفقا لنشرة الأحمال اليومية الصادرة عن الشركة. قال محافظ مصرفي ليبيا المركزية صديق الكبير إن أداء القطاع المصرفي حاليا دون المستوى في ظل البيروقراطية وتأخر الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك شكاوى عديدة بشأن البطء في تقديم الخدمات. الكبير شدد في كلمة له خلال حلقة نقاش حول دور المصارف وقطاع الاستثمار على ضرورة تطوير القطاع المصرفي من خلال تنمية الموارد البشرية والاستعانة بخبرات خارجية.
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير اليوم عدد من مديري إدارات المصرف المركزي والمستشارين آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل منصة الدفع باي بال. كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على جهود التواصل والتنسيق التي تبذل مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والبنوك المركزية في بعض الدول لضمان تفعيل هذه الخدمة. من جانبه أكد الكبير ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف من كافة الإدارات المعنية بالمصرف. شرع مصرف شمال أفريقيا فرع نالوت في افتتاح بطاقات خدمة التداول من أجل تسهيل الخدمات لزبائن المصرف وللمواطنين في ظل نقص السيولة النقدية، حيث تعمل البطاقة على السحب الداني من المصرف وتحويل الأموال خلال 24 ساعة إضافة إلى شراء عبر الإنترنت. هذا وتأتي هذه الخطة في إطار تنفيذ الاستراتيجية للمصارف التجارية التي تهدف في التوسع أفقيا وفتح وكالات جديدة لتقديم الخدمات الإلكترونية الأفضل للمواطنين. اليوم متواجدين في مدينة نالوت من أجل تسويق وتفعيل بطاقات تداول مسبقة الدفع. بطاقة تداول مسبقة الدفع تعمل على شبكة تداول تقبل في أكثر من 8500 نقطة بيع، وتقبل في آلات الصراف الآلي التابعة لمصرف شمال أفريقيا. تمكن زبون المصرف من سحب قيم نقدية أو من تنفيذ عمليات الشراء والدفع الإلكتروني في نقاط البيع في جميع الأسواق والمحلات والأنشطة التجارية المتواجدة فيها نقاط بيع. شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي العابد في اجتماع منتدى حوار 5+5 لوزراء العمل والتكوين لدول غرب المتوسط للحديث عن خطة الوزارة في تدريب الباحثين عن العمل. هذا الاجتماع الذي انعقد في مدينة إليكانتي الإسبانية، والذي أشار فيه العابد إلى دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاق مبادرة دمج أفراد التشكيلات المسلحة ودعمهم لتنفيذ مشاريع خاصة. كما أكد وزير العمل حرص الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للتخفيف من عدوى فيروس كورونا وتحقيق الأمن الصحي للعاملين. شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير النفط والغاز محمد عون في النسخة 24 من الملتقى الاقتصادي العربي الألماني المنعقد في برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 من أكتوبر الجاري، والذي يعد من أكبر التجمعات واللقاءات لرجال الأعمال والاقتصاديين العرب والألمان. المزيد في سياق هذا التقرير. نحو تعزيز القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى ليبيا، شاركت الأخيرة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني 24 المنعقد بمدينة برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 من أكتوبر الجاري، بالتعاون مع اتحاد الغرفة العربية واتحاد غرف ومجلس السفراء العرب في ألمانيا ورعاية وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية. الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي ينظم بشكل سنوي يعد من أهم المنصات الرائدة للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والتي بدورها تتبع سياسة الاقتصادات المنفتحة على الغير للسعي لإيجاد الظروف الملائمة لتطوير وتشجيع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي والألماني، والتي تهدف إلى تهيئة إطار مناسب لإقامة وتفعيل شبكة التواصل والتعاون المشترك والحقيقي بين اقتصادات الطرفين، سواء من خلال المؤسسات والهيئات الحكومية أو من خلال رجال الأعمال والاقتصاديين العرب والألمان، للوصول لعلاقات تعاون ناجحة وفاعلة بين الشراكات العربية والألمانية. ومن ضمن فعاليات الملتقى عقد اجتماع بين الوفد الليبي المشارك برئاسة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة رفقة محمد عون وزير النفط وجمال النويسري رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، إضافة إلى وئام العبدلي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والسفير الليبي بألمانيا، وذلك في إطار نشاط اليوم الليبي الألماني والذي اشتمل في نقاشاته ومباحثاته على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث في الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين ورغبة رجال الأعمال الألماني في الاستثمار في ليبيا، وكل ذلك من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الليبي وفتح مجالات وآفاق جديدة في المجال الاستثماري بين البلدين على أحسن وجه.
وأخيرا مشاهدينا جولة سريعة لسعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية. البداية من الدولار الأمريكي الذي سجل اليوم 4.84 دينار في سعر الشراء، أما البيع 4.87 دينار. ننتقل إلى اليورو، سجل اليوم 5.48 دينار في سعر الشراء، أما البيع 5.51 دينار. الجنيه الاسترليني سجل 6.42 دينار في سعر الشراء، أما البيع 6.45 دينار. الدينار التونسي ثابت على 1.64 دينار في سعر الشراء، أما البيع 1.67 دينار. الجنيه المصري انخفض قرشا واحدا ب 27 قرش في سعر الشراء، أما البيع 30 قرش. الليرة التركية سجلت 48 قرش في سعر الشراء، أما البيع 51. الدينار الأردني ثابت على 6.77 دينار في سعر الشراء، أما البيع 6.80 دينار. ننتقل الأسعار، الذهب وآخر التطورات على أسعاره في السوق الليبي. مسبوك عيار 18 اليوم ثابت ب 200.50 دينار، أما مسبوك عيار 24 أيضا ب 267 دينار وهو ثابت. كسر عيار 18 198 دينار، وكسر عيار 21 231 دينار، وأخيرا خارج عيار 18 ب 265 دينار. إلى هنا مشاهدينا تنتهي نشرتنا الاقتصادية، شكرا لكم على حسن المتابعة، والعودة إلى الزميل أحمد والزميلة ريما. إليكم شكرا. شكرا يعطيك العافية. أجرى نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح ووزيرة العدل حليمة عبد الرحمن زيارة ميدانية لبلديات منطقة الشفارة للوقوف على احتياجات البلديات والاطلاع على أوضاعها ومشاكلها. نعم، حيث أشار الوفد إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع البلديات في عموم البلاد. نتابع هذا التقرير. من أجل المصالحة الوطنية بين المناطق بالمنطقة الغربية، قام نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح بزيارة إلى بلديات منطقة شفارة برفقة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن ووكلي وزارتي الداخلية والثقافة ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير أمن جادو وعمداء وأعيان جادو والرجبان وكباو والحرابة بمنطقة الجبل. وعقد خلال هذه الزيارة اجتماع مع عمداء بلدية منطقة شفارة ومدير أمن شفارة ورئيس وأعضاء ومجلس أعيان وحكماء ورشفانة، ناقش عددا من الموضوعات منها المصالحة بين المناطق التي وقعت بينها مشاكل، وكذلك العمل على جبر الضرر للمناطق التي تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة الأحداث في السنوات الماضية، والعمل على تأمين طريق الجبل بالتنسيق بين مديرية أمن شفارة والمديريات المجاورة. نحن اليوم في مدينة العزيزية وفي مدينة الزهرة لدعم جهود المصالحة الوطنية. نحن أطلقنا منذ تولينا في هذه الوزارة المصارحة والمصالحة، وكذلك جهود المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية تدعم هذه المصالحة. نحن نبني دولة القانون ونقيم السيادة الوطنية، ولكن إذا وجدت العدالة ما حاجتنا للمصالحة؟ اليوم نحن أحوج لمصارحة ومصالحة شاملة تلئم جراح الوطن وترجع كل الليبيين إلى حاضنة الوطن، بحيث نرفع الظلم ونرفع الغبن عن جميع الليبيين لوطن يسع الجميع. كما أجرى نائب رئيس الحكومة والوفد المرافق له جولة تفقدية في المدينة الرياضية ببلدية عزيزية للاطلاع على التخريب التي تعرضت له والعمل على صيانتها في أقرب وقت. وعلى هامش هذه الزيارة انطلق الوفد إلى بلدية الزهراء، حيث عقد اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالبلدية مع عمداء وأعيان بلديات منطقة شفارة وورشفانة، حيث أكد الاجتماع ضرورة المصالحة الوطنية وتوحيد الصف والعمل على إنجاح الانتخابات المقررة إجراؤها في ديسمبر المقبل. نشرتنا متواصلة مشاهدين، وفيها بعد فاصل قصير. المنتخب الوطني يجري آخر تدريب له استعدادا لمواجهة مصر الحاسمة.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، والآن مشاهدينا إلى جولة حول آخر أخبار فرسان منتخبنا الوطني ومواجهتهم القادمة أمام المنتخب المصري الشقيق. يواصل المنتخب الليبي تدريباته على استاد الإسكندرية بعيدا عن وسائل الإعلام بطلب من المدرب خافيير كليمنتي، ويستعد منتخبنا الوطني لمواجهتي مصر يومي الجمعة والاثنين المقبلين في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم. والحدث الأهم ريما في المباراة هو تجدد المواجهات بين البرتغالي كارلوس كيروش ومدرب الفراعنة والإسباني خافيير كليمنتي مدرب المنتخب الوطني بعد غياب دام 18 عاما. وللحديث أكثر عن مباراة الغد ينضم إلينا عبر الهاتف موفدنا إلى مصر يوسف سعود. مساء الخير يوسف. مساء الخير ريما، تحية ليك ولكل الزملاء بقناة ليبيا ولكل مشاهدي قناة ليبيا. أهلا يوسف. بداية يوسف، الشعب الليبي كله في انتظار مباراة الغد. بداية، ما هي استعدادات منتخبنا الوطني وأجواء ما قبل المواجهة؟ نعم، بكل تأكيد المنتخب الوطني يقيم معسكر في الإسكندرية قبل 4 أيام من المواجهة المهمة والمرتقبة. تدرب تدريبات عادية جدا، اكتملت الصفوف أول أمس بكامل المحترفين، حضروا إلى الإسكندرية باستثناء أنيس السلتو الذي اعتذر عن الحضور بسبب الإصابة. والتدريبات كانت مغلقة في مجملها، ولكن استطعنا أن نعرف منها من خلالها هوية المنتخب كيف سيلعب وكيف هي الخطة الأقرب للمدرب كليمنتي. كانت التدريبات ممتازة، مقر الإقامة كان عند قدوم المنتخب الوطني لم يكن في المستوى، كان يفترض أن يكون أفضل من ذلك بإقامة تليق بمنتخب بحجم منتخب ليبيا، أكيد البلد النفطي والبلد الغني بالخيرات. كنا نتمنى أن تكون الإقامة أفضل حتى يخفف الضغط على اللاعبين، ولكن الأمور بعد ذلك بعد تدخل العديد من الجهات، وكان لنا تدخل شخصي في هذا الموضوع، استقلت البعثة في أجهزة خاصة، والترتب أيضا حتى موضوع الوجبات والمأكولات ترتب بشكل خاص، أصبحت فقط تصب على للمنتخب الوطني بدون ما تختلط ببقية النزلاء في مقر الإقامة في فندق هيلتون بمدينة الإسكندرية. طيب يوسف، ما هي التشكيلة الأقرب التي سيبدأ بها كليمنتي، وفي رأيك ما هي الخطة التي سيلعب بها غدا؟ هو سؤال في غاية الأهمية ريما، والكل يبحث عن التشكيلة الأقرب، ولكن نحن الآن عندما نتواجد في قناتنا لابد أن ننفرد بهذا الشيء، ولابد أن تتحصل قناة تيبي على أقل تقدير على الشيء الحصري بسبب تواجدنا من هذا المكان. الأقرب نشنوش بحراسة المرمى، في خط الدفاع سند الورفلي ويجانبه معتصم بالله صبو، على الظهير الأيسر محمد المنير، الأيمن عبد الله الشريف، في خط المنتصف سيبدا بالتهامي والمعتصم بالله المصراتي، وفي خط الهجوم سيتواجد كل من محمد زعبيه، مؤيد اللافي، وايضا حمد الهوني، وسيكون محمد الطبال ايضا حاضر من خلال اللقاء يوم الغد. دائما هي التشكيله لكليمنتي وهو خيار لمدرب منتخبنا الوطني، وما هي الا تخمينات وما هي الا تحليلات واستقصائيات من جانب الصحافه، وهي الاقرب ان شاء الله هذه التشكيله سيبدا بها كليمنتي. كل الليبيين يعلقون الامان على منتخب بلادهم، نتمنى ان نشاهد مباراه تليق في مستوى المنتخبين. منتخب مصري خطير جدا في ظل وجود محمد صلاح ونقطه القوه في المنتخب الشقيق المصري، نامل ان تشل حركه محمد صلاح بفضل مدافعين واستماتتهم للخروج على اقل تقدير بنتيجه التعادل، وهي التي ستخدم منتخبنا كثيرا قبل التوجه الى بنغازي. طيب ما هي الخطه يوسف؟ طيب في رأيك ما هي الخطة يوسف التي سيلعب بها غدا كليمنتي؟ هو بحسب المتابعين وبحسب ما شرط لك من خلال الأسماء، هي الخطة واضحة للجمهور الرياضي الذي يتابع الكرة، هي خطة 4-3-3، هي الأقرب وهي الذي اعتمد عليها من كليمنتي مع عودة الأجنحة
الى مكان الظهير والتعويض هنا على الطبال في دور الدفاعي، وبالاضافه الى حمد الهودي، وليترك المساحه لزعبيه الذي سيتواجد خلف المهاجمين، ويترك المساحه لمؤيد اللافي يكون راس حربة وهمي من خلال هذه المباراه. هكذا هي اجواء الحصه التدريبيه. وكما اشرت فيك، انا لم ابوح بهذه التصريحات حتى عن طريق القنوات الاعلاميه الاخرى، فقط خصينا بها قناه ليبيا. والأهم أن المنتخب الليبي يظفر بنتيجة التعادل على أقل تقدير، ويقدم مستوى يليق بالجمهور الليبي المتعطش للتأهل إلى نهائيات كأس العالم والملحق للمؤهل إلى كأس العالم بقطر 2022. طيب يوسف، من خلال لقائك باللاعبين، ما هي معنويات اللاعبين اليوم والحالة النفسية للاعبين ليلة المباراة؟ المعنويات دائما انا لا اتفق مع الذين يقولون بان المعنويات مرتفعه للاعب كره قدم وهو يدخل على معركه ويدخل على مباراه مصيريه، فبكل تاكيد معنويات ستكون مصحوبه بالحذر وبالخوف وبالتخوف وبتحقيق نتيجه، ولكن ما اؤكده لك بان كل لاعبي منتخبنا على قدر المسؤوليه، يعوا تماما مسؤوليه هذا اللقاء وهذه المواجهه، هم يلعبون من اجل واجهتين اليوم، مواجهه يمثلون بلد ومنتخب وطني متعطش وجمهور رياضي، وعلى الواجهه الاخرى يلعبون من اجل البروفايل الخاص بهم، من اجل المسيره الاحترافيه الخاصه بهم. تعلم جيدا عندما يواجهون منتخب مصري عالمي يتواجد به محمد صلاح، النني، تريزيجيه، اسماء كبيره جدا في هذا المنتخب، يحظى بمتابعه عربيه وعالميه. فلاعب ليبي يحاول ان يثبت نفسه حتى يجد له مكان سواء في الدوري المصري او في الدوريات العربيه. طيب يوسف، أختم معك بسؤال، توقعاتك حول مباراة الغد. والله تمنياتي، تعلمي كأنضم صوتي لصوتك، والتمنياتي 5-3 نقاط. التوقعات يا يوسف. أتوقع. نعم. ولكن أكون طيب، لأكون منطقي في هذا الجانب، ولأكون واقعي، التوقعي إذا ما انتهت نتيجة شوط المباراة الأول بالتعادل، بالتعادل بدون أهداف، المنتخب الليبي قادر على أن يخطف نقطة من أمام المنتخب الشرق المصري، ولكن إن حدث غير ذلك فالأمور أعتقد ستصعب كثيرا على منتخبنا، وستصعب على كليمنتي ورفاق زعبية في هذا اللقاء المهم. نعم يوسف سعود، مفدنا إلى مصر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة الغد. أجرت قناتنا استطلاعا في شارع ليبي حول آراء بعض المواطنين في مدن ليبية مختلفة بشأن المواجهة بين المنتخب الوطني وشقيقه المصري، لنتابع. والله إن شاء الله التعادل، والله كان خرجنا بالفوز أفضل شيء، إنه حنكون عندنا 9 نقاط وأمن أكثر من قبل يعني. والله إن شاء الله تأهل ليبيا إن شاء الله 1-0 إن شاء الله بإذن الله، أتوقع إن شاء الله يجيبوها للفرسان إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله فوز المنتخب الوطني الليبي بإذن الله 1-0 بإذن الله. نتمنى الفوز للمنتخب الليبي، ونشد على اللاعبين بأنهم يجتهدوا في المباراة، ونتمنى لهم الفوز حقيقة. نتمنى الفوز حقيقة للمنتخب الليبي، رغم وجود محترفين في المنتخب المصري على مستوى عالي، ولكن احنا كليبيين نتمنى الفرحة للمنتخب الليبي حتى تعم الفرحة في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية. مباراة المنتخب الليبي مع المنتخب المصري مباراة نتوقعها أن تكون صعبة شوية بحكم أنها في أرض المنتخب المصري. المباراة ستلعب على جزئيات بسيطة، نتمنى المنتخب الليبي يكون ند للمنتخب المصري ويجاريه في اللعب، بالرغم من وجود عدة محترفين دوليين في المنتخب المصري، لكن بإذن الله المنتخب الليبي حيكون ند قوي للمنتخب المصري في أرضه. طبعا ريما، منجدد امنياتنا لفوز المنتخب الوطني غدا ان شاء الله. كل التوفيق للمنتخب. ختام الثامن الى العالم. السيسي وسعيد يتفقان على خروج المرتزقه وعقد الانتخابات في موعدها. رغم ترحيبها بصدور قانون الانتخابات، تكتلات وأحزاب تدعو إلى صياغة قوانين منظمة للحياة السياسية. مطالبات داخلية بمحاسبة منتهكي حقوق المهاجرين واستئناف رحلات العودة الطوعية لهم.
تفعيل قرار اللقاح الإجباري لمنتسبي الجامعات بدءا من الأسبوع القادم. وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. تحية مني ومن أحمد، إلى اللقاء. في أمان.